احنا معانا على الهاتف دكتور حسن مهدي، استاذ النقل والطرق بجامعه عين شمس. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك والمشاهد الكريم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك دكتور. يعني زي ما شفنا هي نقله نوعيه واضافه حضاريه بتسهل التحرك والتنقل والربط ما بين المناطق وما بين المحافظات وبشكل امن، ويحافظ على البيئه، بيستخدم الطاقه الخضراء وبيواكب التنميه الكبيره اللي بتشهدها مصر. كلمنا عن مميزات هذه النقله النوعيه في وسائل المواصلات وما المدى اللي ممكن تأثر بيه على حياة المواطن، ان هو يبقى عارف انه قد ايه هتسهل عليه تنقله وقد ايه هتكون يعني تحسن من حركته ومن مستوى المعيشة بتاعه. يعني النقل هو داعم لمشروعات التنمية المستدامة وبيمس حياة المواطن اليومية بقطاعات النقل المختلفة بتمس حياة المواطن اليومية، والدولة اهتمت من 2014 بهذا القطاع إيمانا من الدولة بأن النقل والبنية الأساسية هو اللي هيقدر يساعد في تنفيذ مشروعات وخطط التنمية المستدامة اللي الدولة حطتها في قطاعات التنمية المختلفة عمرانيا وصناعيا وسياحيا وزراعيا. وشفنا مناطق الدلتا الجديدة والاستصلاح الزراعي، شفنا المدن الجديدة، شفنا المناطق الصناعية الجديدة واستغلال الثروات الطبيعية. كل هذه الأمور ما كانتش ممكن تتم من غير ما يكون عندي شبكة نقل قوية. عشان كده الدولة اشتغلت من 2014 على تطوير وتنمية هذا القطاع بكافة وسائطه وأدواته، وكان في دعم من القيادة السياسية ولا زال لهذا القطاع إيمانا من الدولة بأن هذا القطاع هو شرايين للحياة بتدعم خطط التنمية بتاعت الدولة، وهي خدمة بتقدمها الدولة للمواطن لتسهيل حركة المواطنين والبضائع. فشفنا شبكة الطرق من خلال المشروع القومي للطرق، وما يتم أيضا داخل المحافظات من فتح شرايين مرورية كانت تعاني من ازدحام على مدار الساعة في محافظات الجمهورية المختلفة. شفنا كمان النقل السككي وما تم من تطوير في السكك حديد مصر الحالية. شفنا دخول الجر الكهربائي أو ما يطلق عليه اسم الجر الأخضر أو الطاقة الخضراء لأنها بتعمل غير ملوثة للبيئة بالطاقة الكهربائية. شفنا القطار الكهربائي السريع اللي مرحلته الأولى من العين السخنة حتى مرسى مطروح مرورا بالإسكندرية والعلمين الجديدة. شفنا خطوط المونوريل لربط العاصمة الإدارية بتجمعات شرق القاهرة ومدينة نصر، وربط مدينة السادس من أكتوبر بالشيخ زايد بمناطق محافظة الجيزة ورود الفرج. شفنا القطار الكهربائي الخفيف اللي أشار ليه التقرير اللي هيربط العاصمة الإدارية الجديدة بالسلام والعبور رمضان وبالبيس والعبور. شفنا البي آر تي لحافلات النقل السريع اللي هتكون بديل للميكروباص قريبا عقد انتهاء تطوير الطريق الدائري اللي أوشك فعلا على الانتهاء تطويره. خليني أقف مع حضرتك عند النقطة دي معلش، لأنها الحقيقة من الحاجات المهمة جدا، لأنه يعني كان الدائري ده من الطرق الكثيرة المشاكل وكثيرة الحوادث. دلوقتي الطريق بيتم تطويره وحيبقى فيه الأوتوبيس الترددي السريع اللي هيقضي شوية على الحركة العشوائية بتاعت وسائل المواصلات هناك، واللي بالتأكيد ده هيسبب في استقرار حالة التنقل على الطريق الدائري. صحيح، يعني حافلات النقل السريع أو ما يطلق عليها البابليك الباصلة رابيد ترانزيت اختصارها البي آر تي هتكون بديلة للميكروباص، وهتكون بالجر الكهربائي غير ملوثة للبيئة، هتكون بيطبق فيها نظام النقل الذكي، هيكون في إمكانية لمعرفة مسار الحافلة وتتبعها من خلال السمارت فون، نقدر نعرف من خلال تطبيق بسيط كده الحافلة موجودة فين ونظم الرحلة اللي تناسب معاه. دي كل هذه المميزات هتخلي حتى شريحة من مالك السيارات يتركوا عربياتهم ويبقى بالنسبة لهم حافلات النقل السريع بديل مناسب أفضل من استخدام السيارة الخاصة، وبالتالي هيكون ده له مردود إيجابي على تقليل التلوث والزحام. كل هذه الأمور هتقضي أيضا كما أشرت حضرتك على عشوائية الحركة لسيارات الميكروباص اللي كانت بتتسبب في اختناقات وحوادث. فكل هذه الأمور هيتم تلافيها بوسيلة نقل حضارية جيدة
بيراعى فيها كافه اشتراطات الامان، وهتكون زي ما اشرت مطبق فيها نظام النقل الذكي وما يسمى بالباص بريوريتي لين، يعني هيكون في حاره او مسار اولويه المرور فيه لهذه الحافلات، الامر اللي هيسهل حركتها حتى لو في ازدحام مروري هيبقى المسار بتاعها هو اللي ليه الاولويه للحافلات والمرور، وبالتالي هيبقى زمن الرحلات اقل حتى من السياره الخاصه، وده كله ليه مردود ايجابي على سهوله وسرعه نقل المواطنين، ناهيك عن تكامليه وسائل النقل اللي فخامه الرئيس اكد عليها اكثر من مره. وشفنا يمكن معرض النقل الذكي في دورته الرابعه كان تجربه لاول كارت ذكي باسم فخامه الرئيس، ان انا اقدر استخدمه في اكثر من وسيله مواصلات، وده هيقلل من العبء المالي اللي بيدفعه المواطن، وده كان مهم علشان الناس تقدر تعرف انه ده برضو يعني الناس بتسأل مردود ده عليا ايه، انا هستفيد ايه، ف يعني مهم ان احنا نوضح انه يعني الاعباء المالية بتاعة التعامل مع هذه الوسائل هتكون عاملة ايه بالنسبة للمواطن، عشان يحس فعلا انها يعني هتفيده وهتأثر في حياته من غير ما يعني تهتز ميزانيته. بشكر حضرتك جدا دكتور حسن مهدي، استاذ النقل والطرق جامعه عين شمس.